السلام عليكم طلاب الصف الرابع، إن شاء الله اليوم سوف نتابع معا درس الكسور المتكافئة. تعلمنا سابقا أن الكسور المتكافئة هي كسور مختلفة في الشكل ومتساوية في القيمة، ولإيجاد الكسور المتكافئة هناك طريقتين، باستخدام الضرب أو باستخدام القسم. الآن ننتقل إلى أنه يمكنني أن أستعمل القسمة لإيجاد كسور مكافئة لكسر معطى، ويكون الكسر في أبسط صورة، أي سوف نستعمل القسمة. يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون العدد الوحيد الذي يمكن قسمة كل من البسط والمقام عليه هو العدد واحد، وأبسط صورة للكسر هي واحدة من الكسور المكافئة له. فمثلاً 6 على 9، ما هو الكسر المكافئ لستة على تسعة وأن يكون بأبسط صورة؟ نلاحظ الستة تقبل القسمة على 2، لكن التسعة لا تقبل القسمة على 2، إذن لا يجوز قسمة هذا الكسر على 2. بينما هناك عامل مشترك بين الستة والتسعة اللي هو 3، فرح أقسم 6 تقسيم 3 و9 تقسيم 3. 6 تقسيم 3 2 و9 تقسيم 3 3. نلاحظ أن الكسر المكافئ له هو ثلثان، أي 2 على 3، وهذا يعني أن هذا الكسر بأبسط صورة يا رابع. الآن مثال من الحياة. تعمل المهندسة سهى 8 ساعات في اليوم. اكتب الكسر الذي يمثل عدد ساعات عمل سهى من اليوم في أبسط صورة. في أبسط صورة تعني أن نستعمل القسمة. طبعا نعرف أن اليوم يحتوي على 24 ساعة، فسهى تعمل 8 ساعات من أصل 24 ساعة، فالكسر الدال على عدد ساعات عمل سهى هو 8 على 24. الآن نلاحظ أن ثمانية تقبل القسمة على 2 وأيضا 24، فالناتج 4 على 12. وأيضا 4 على 12 هو كسر مكافئ لـ8 على 24، لكنه ليس بأبسط صورة، فنقوم بقسمة 4 تقسيم 2 و12 تقسيم 2، فالناتج 2 على 6. أيضا 2 على 6 يقبل القسمة على 2، فالكسر المكافئ هو 1 على 3. بإمكاني أنا من هنا أحكي 8 تقسيم 8 و24 تقسيم 8، الكسر الناتج راح يكون عندي 1 على 3 مباشرة من خلال إرشاد. تمام يا رابع؟ تمام. الآن ننتقل إلى أتحقق من فهمي. صفحة 12. تغطي البحار والمحيطات 9 على 12 من الكرة الأرضية تقريبا. اكتب كسرا مكافئا لهذا الكسر، يمكننا ذلك باستخدام القسمة. طبعا العامل المشترك بين 9 و12 و3، ولا يجوز القسمة على 2 لأنه 9 لا تقبل القسمة على 2. 9 تقسيم 3 3 و12 تقسيم 3 4، إذا الكسر المكافئ هو 3 على 4. الكسر الذي يمثل عدد الصفحات التي قرأتها ندى من كتاب هو 7 على 35. اكتب الكسر في أبسط صورة. نلاحظ أن 7 تقبل القسمة على نفسها على 7، وأيضا 35 تقبل القسمة على 7. 7 تقسيم 7 1 على 35 تقسيم 7 5، وهو بأبسط صورة. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك أي عامل مشترك بين البسط والمقام سوى الواحد. رح يكون عندنا واجب يا رابع من سؤال 1 إلى سؤال 10 من أتدرب وأحل المسائل صفحة 13.